شاب أخذ على عاتقه توصيل رسالة عظيمة استطاع فيها أن يكتب القرآن الكريم في 7 أشهر. في حد كان كتب المصحف 6 مرات أو 7 مرات. المرة الأولانية وهو بيكتبها كان تكاسل شوية، فلما تكاسل جاله شيخه شاف رؤية في المنام سيدنا عثمان بيقول له أكمل ما بدأت. كتب المصحف 6 مرات وهدى لكل ابن من أبنائه نسخة. ده اللي خلاني أزداد تصميم إن أنا أكمل نسخة من بعد 132 سنة أكون لي الشرف إن أنا أكمل النسخة. اللي شجعني إن أنا أكتب المصحف والدي ووالدتي وزوجتي وأصحابي في العمل. خلاص جربت يا سلامة، فاضل كده يا يما، عملت كده كده. أيوة يا يما. كتبت قد إيه يا يما النهاردة يا ابني؟ قال لي 8 9 10. طب ربنا يقويك، ربنا يشجعك، ربنا يقويك، ربنا ييسر لك يا ابني. كتابته خدت مني 7 شهور، بداية من 1/1/2018 إلى لسه من أسبوع كده. بعد ما يجي من الشغل أقعد جنبه كده أناوله القلم عشان إيه يقعد يكتب بالمصحف. الحمد لله ربنا وفقه، يعني تحدي وإصرار إن أنا أكمل، وكان بالفعل لحد ما تميته. أجازة العيد خدها أسبوع، ابتدى إيه ما شاء الله كانت 104 صفحة خدتهم في أجازة العيد. خدت مجهود ووقت في إن أنا أسطر وإن أنا أظبط وأرتب وأعمل لحد ما الحمد لله وصل بالشكل ده. الأول ما كتب المصحف قلت له ده حسب يا سلامة إن هذا هيطلعني عمر أو حجة. كتابته أتمنى إن يكون خالصة لوجه الله. الحمد لله مراتي الحمد لله حامل بعد 5 سنين. بعد إتمام كتابة المصحف الحمد لله ربنا رزقني أكون حامل يعني. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه.